بسم الله والحمد لله. ربنا أسعدنا برضاك يا كريم يا ودود. الآن إن شاء الله تعالى سننظر بكل تمعن بفضل الله تعالى في كثير من الآيات التي ختمت بها سورة مريم عليه السلام. يقول ربي في شأن الظالمين، أنا متحديا ومكذبا لهم: أفرأيت، شوفك البيداغوجيا الربانية يتنعم بها رسولنا عليه الصلاة والسلام القائد الأعلى، ونحن كأتباع نتنعم بهذه البيداغوجيا الربانية. أفرأيت الذي كفر بآياتنا. شوف ربي كيفاش يركز، والتركيز هذا هي للتحذير. هذا أنت رسول كريم عليك صلاة الله وتسليم، فلا بد أن تكون أول العارفين بأحوال الكافرين. والكافر هي حجته، شنو حجته؟ ثم آيات، علامات في الكون لا يخلو منها لا زمان ولا مكان، وعلامات في الكتب المنزلة حين نزلت، وعلامات ثبت القرآن الذي لا يمكن أن يعبث به إنس ولا جن. قل ربي أفرأيت الذي كفر بآياتنا كلها، ما زالش آية يكون إنسان سويا نازل عبر أجيال، مش يكون سبب أجيال ولا مجال، ما يموت ترانسميشن وكل ما يموت، والوراثة وشورت من جد جد، وهذا كل ما يش آيات عنده. وكالي كارستو قالوا ريتيو، يا هو اليوم اللي ريتي قاز توقل في كشف الحقائق. انت شكون كيف لو كنت جيت على نفسك وشد ضد نفسك اليوم؟ انت اجل الجاهلية. نسأل الله السلامة في كل مكان وحده.